بعض الدراسات بتقول ان في حاجه اسمها هروب مناعي، ولكن حتى مع الهروب المناعي، يعني ايه هروب مناعي؟ يعني اللقاح ما يجيبش نتيجه جيده، ولكن حتى مع الدراسات دي وجد ان اللقاحات بتعطي مناعه قد تكون اقل من ذي قبل، ولكنها مهمه في هذه المرحله حتى مع المتحور الجديد تعزز مناعه هذا الشخص، ان هو اكثر حرصا ان هو ما يخشش مضاعفات، مناعته بتكون جيده ان هو ما يخشش في مضاعفات خطيره. يعني ممكن شخص ياخد اللقاح ويصاب، لكن اصابته بتكون حدتها اقل، لان ده هروب مناعي، بتكون اقل خطوره، ولكن اللقاحات لا تزال مهمه في هذه المرحله. في